أمسيات فصحية عديدة أقيمت في عدة رعاية من محافظات المملكة، قدمت خلالها ألحان وتراتيل خشوعية استذكرت ألام السيد المسيح وصلبه ومن ثم قيامته. التقرير التالي يعرض لنا هذه الأمسيات ومقاطع منها. أقامت العديد من الكنائس والرعايا في الأردن أمسيات تراتيلة فصحية قدمتها العديد من الجوقات، حملت المؤمنين لأجواء إيمانية عميقة. حيث قدمت جوقة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في محافظة المفرق أمسيتهم الفصحية لهذا العام برعاية سيادة المطران أرستوفولوس رئيس أساقفة مادبا، بحضور قدس الأرشمندريت روفائيل الوكيل البطريركي لشمال الأردن والأب ديمتريوس سماوي كاهن رعية المفرق، وسط حضور جموع من أبناء الرعية والمدعوين. وتألقت الجوقة بقيادة المرتل الأول في شمال الأردن الدكتور رامي السماوي بتقديم مجموعة رائعة من التراتيل البيزنطية، حيث رسموا لوحة فنية رائعة بأصواتهم الشجية وأدائهم المميز وألحانهم العذبة. وفي الختام شكر كاهن الرعية راعي الحفل والضيوف الكرام على حضورهم، من ثم وزعت الدروع على مستحقيها. اليوم احنا في كنيسة رقاد السيدة العذراء قمنا بمصاحبة جوقة رقاد السيدة العذراء بتقديم أمسية فصحية مناسبة الأعياد المجيدة، وكانت تحت رعاية سيادة المطران أرستوفولوس مطران مادبا، وأيضا بحضور الوكيل البطريركي الأب رفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن، وكان في حضور من أبناء الرعية وكذلك من خارج محافظة المفرق لحضور هذه الأمسية المباركة. ربنا يبارككم، وشكر كبير لنورسات على تغطية الحدث لهذا اليوم، ودائما بنشكرهم على تعاونهم وعلى وجودهم معنا لتغطية كافة الأحداث التي تقوم فيها كنيستنا. شكرا لكم. كل سنة وانتم سالمين. شكرا كثير لقناة نورسات على رعايتها دائما الاحتفالات اللي عم نسويها، وخاصة بالأمسيات الميلادية والفصحية. اليوم كان احتفال عنا، نشكر ربنا وبنعمته، كان احتفال كثير كبير، أمسية فصحية احتوت على مجموعة من التراتيل من الأسبوع العظيم والقيامة، واحتفلنا بآخر الأمسية مع بعضنا البعض بترتيلة المسيح قام حقا قام. كانت الأمسية اليوم برعاية سيدنا أرستوفولوس مطران مادبا، وهو أستاذنا في الموسيقى البيزنطية، وبوجود الوكيل البطريركي في شمال الأردن أبونا رفائيل. صار بالأمسية مجموعة من التكريمات لسيدنا المطران ولأبونا رفائيل ولقناتنا الحبيبة قناة نورسات. وهلأ زي ما أنتم شايفين إحنا موجودين في بازار الفصح اللي إحنا متعودين نعمله كل سنة في الفصح وفي الميلاد، هو لمساعدة النشاطات اللي موجودة في الكنيسة. صحيح إحنا عاجزين كثير عن شكركم، بس إحنا متعودين بمحبتكم تكونوا دايما معنا. كل سنة وانتم سالمين، وأعياد فصحية بنتمناها للجميع في مملكتنا الحبيبة تكون مكللة بالخير والسلام للجميع. كل سنة وانتم سالمين.
ورعى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان أمسية سنوية روحية نظمها طلبة المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في جبل الأشرفية. وتضمنت الأمسية التي حضرها عدد من الآباء الأجلاء ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية ومدرسو وطلبة المدرسة على فقرات دينية وثقافية وفنية ومسرحية من تقديم طلبة المدرسة، وهي تحمل معان كبيرة ترسخ فينا محبة الله ومحبة القديسين ومحبتنا نحن لبعضنا بعضا، كما أنها تحضر أبناء الكنيسة والمؤمنين لاستقبال عيد الفصح المجيد وعيش أسبوع الآلام المقدس وصولا إلى القيامة المجيدة. اليوم حقيقة كانت أمسية جميلة جدا، لأنها فيها بتحمل معاني كبيرة اللي بتحضر أبناء الكنيسة والمؤمنين إنهم يتحضروا لاستقبال عيد الفصح المجيد ويعيشوا أسبوع الآلام المقدس حتى يوصلوا للقيامة المجيدة. حقيقة في هاي الأمسية بحب أشكر الهيئة الإدارية، المعلمين والمعلمات، الطلاب، طلاب مدرستنا الأرثوذكسية في الأشرفية على دورهم المهم اللي قاموا فيه بالتحضير والتعب من أجل نجاح هاي المسرحية اللي إلها أوهاد كل النشاط اللي صار، لأنه كان نشاط هادف جميل في رسائل عميقة للجيل، جيل الشباب، وبالتالي هون دور المدرسة مع الكنيسة حتى تقدر توصل رسائل روحية وتعطي لجيل الشباب قدوة حقيقية لحل مشاكل عديدة اللي بيواجهوها بالزمن المعاصر. كما أحيت جوقة ينبوع المحبة أمسيتهم الفصحية لهذا العام في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في منطقة أصويفية بالعاصمة عمان. رعى الأمسية سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان وسيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن ورئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا المطران جوزيف جبارة بحضور جموع من محبي أعمال الجوقة. شملت الأمسية على باقات مميزة من التراتيل الفصحية الروحية بقيادة المرنم طعم جبارة وبمشاركة معزوفات موسيقية لأوركسترا المعهد الوطني. الله معكم وكل سنة سالمين. اليوم كانت الأمسية الثانية لجوقة ينبوع المحبة في كنيسة العذراء الناصرية اللاتين. في أمرين لهي الأمسية، الأول إنه هي كانت تحت رحاية ثلاث مطارنة، مطران الروم الأرثوذكس والكاثوليك واللاتين، وهي أول سابقة بالنسبة لنا بالأردن بهالكنيسة، هي كنيسة العذراء ومريم تجمعنا. الشغلة الثانية دائما نوجه رسالة بنقول توكل على الرب فيعطيك ما يطلبه قلبك. لهيك بهالظروف الكثير عم تكون صعبة حوالينا بنصلي للجميع وبنطلب منهم صلاتهم. كل سنة سالمين وشكرا كثير على كل شيء.
احنا هذا الموسم تبع الايستر جوقة يبع اللي بحب ضلينا تقريبا 3 شهور عم نحاول نتدرب لهاي الأمسية، وطبعا كان فيها بنحاول نعمل كتير اختلافات غنينا بزنطي وعملنا ترتيل كتير مختلفة، وطبعا هذا جهد جماعي ومشترك من الكل وبقيادة طعم جبارة. طبعا كان الجو كله مليان محبة وشغل، الكل تعب بدون استثناء، الكل اجتهد عشان تطلع بهذا الشكل، والحمد لله يعني بنحب نعيد على الكل ونحكي لكم كل سنة وانتم سالمين وعيد فصح مجيد. المجد للآب والابن والروح القدس. وفي كاتدرائية القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب أمسية فصحية قدمتها جوقة المطرانية بقيادة الأب عماد بواب. رعى الأمسية المطران جوزيف جبارة بحضور عدد من الآباء الكهنة وجموع من محبي الموسيقى البيزنطية. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في وفي كنيسة الرسولين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك في جبل الويبدة أقيمت أمسية فصحية روحية قدمها أبناء الرعية بحضور راعي الكنيسة الأب نبيل حداد. شملت على الصلوات والتأملات أمام أيقونة القيامة مصحوبة برفع البخور على الذبيحة الحية الصاعدة لرب المجد. رأينا في هذه الكاتدرائية الأولى في أم الكنائس في عمان فيلادلفيا مدينة الحب الأخوي، هذه الكنيسة التي عرفت كهنة وأساقف قديسين، رأينا في هذه الرعية التي تحمل اسم القديسين بطرس وبولس أن نودع الأربعين ونستقبل الأسبوع العظيم المقدس بأمسية تأملية روحية تأخذنا عبر حديث تأملي في الصداق في الصدقة وفي الصوم وما بينهما من الصلاة. وختاما على مسرح كلية ترسانتا في مدينة بيت لحم في فلسطين أقيمت رتبة درب الصليب ومدائح السيدة العذراء مريم بحضور كهنة من الكنيسة اللاتينية والكنيسة الرومية الكاثوليكية وجموع من المؤمنين. أحيا الصلاة فرقة الرعاة للترانيم الدينية وجوقات الكنائس وتراتيل من الطقس اللاتيني والبيزنطي. كلما اجتمع اثنين او ثلاثة باسم يكونوا بينهم، اجتماعنا ان شاء الله يعبر عن وحدة المحبة اللي بيننا في اجواء
كلياتها انقسام وحرب، منصلي للسلام، منصلي انه يسوع ونوره يكون في قلب كل انسان حتى يقود العالم لسعادة اكبر لمخطط الله الخلاصي. فاليوم رح نحتفل مع بعض رياضة درب الصليب ومدائح العذراء مريم عند الروم الملكيين مع اشتراك كل جميع الكهنة المنطقة. نحن اليوم هذا لقائنا رسالة محبة لجميع مسيحيي العالم كله، انه احنا نطوق وعندنا شوق كبير لوحدة الكنائس. يسوع المسيح بس كان على الصليب، كان كامل متكامل، منفصل ولا اي عضو من اعضائه عن جسمه. وهاي رسالة لنا انه احنا كنيسة المسيح لازم برضو نفس الشيء نكون جسد واحد، فيش اشي يغيرنا ولا اشي يهزنا، نكون نكمل بعض اللي نبني جسد المسيح الواحد. اليوم احنا نجتمع مع بعض وعن بعض كنائس بيت لحم وبيت صحور وبيت جارة حتى نتغنى بهالوفاق والمحبة اللي نعيش فيها في هذا الزمن. ونتمنى ايضا قيامة لفلسطين، قيامة لبيت لحم، قيامة للقدس، حتى نستطيع أن نعيش بأمان واطمئنان.